السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا يونت 77 هنا names and without the، كلمات ما نستخدم وياهم the. هذه الكلمات لازم تحفظ، اللي هي الأفريكا، فرنس مو فرنش، فرنس. أنا ذكرت لك الدولة ما تأخذ the، الدولة ما تأخذ the، ولكن الجنسية تأخذ the. زين، هنا عندنا اكو بعض الدول اللي يعني تكون مركبة، يعني مثلا United Kingdom، United States، هاي لا هذه تاخذ ذا. اذا بس الدول المركبة تاخذ ذا، بس الدول المركبة تاخذ ذا. هنا عندنا بما نستخدم، ما نستخدم الذا ويا بعض المصطلحات اللي هو سيد، دكتور، كابتن، هذه اسماء الاشخاص، يعني الملكة، العم، دكتور، هذه ما يصير نستخدم وياها اي اسم، يعني اي اسم ما نقدر نستخدم وياها، قصدي ما يقدر نستخدم وياها الذ مطلقا. اذا تجي وين، يعني اذا تجي كاختصار، اذا تجيني كاختصار دير بالك، يعني اذا تجيني كاختصار، يعني خصوصا مستر مثلا، دي ار، دكتور. زين هسه تقول استاذ لعديش الناس استخدمنا الذ، اكتبها يمك ملاحظه، ما عندما يعطي اسم الدكتور لا نستخدم ذا. يعني مثلا اقول دكتور علي، ما يصير اقول ذا دكتور علي، غلط. من ينطي اسم الدكتور او اسم الفلان ما يصير نستخدم الذا، ولكن اذا اعطانا دكتور وحدها او كوين وحدها او الانكل وحدها هذا يصير. خلنا نكتبها ايضا ملاحظة يمنا، خلنا نكتبها ايضا ملاحظة يمنا. ايضا اسماء المدن، اسماء البحار نستخدم وياهم الذا، خصوصا ذني لازم نحفظن، ذني لازم ينحفظن. هذه اسماء اكتبها يمك ملاحظة، اسماء الانهار تستخدم معها الذا. بالنسبة للذا we use with plural names، نستخدمها مع اسماء الجمع. يعني مثلا عندنا هذه ايضا، هذه اسماء اخرى يعني لازم نستخدم وياهم الذ، لازم نستخدم وياهم الذ. واكتب ملاحظه يمك، عندما تاتي of، اذا اجتني of، of the north of، هيك north، هذه نستخدم وياها الذ، of من يجواها of. ما اجتنا الاوف ما نستخدم وياها الذ، ما اجتنا الاوف ما نستخدم وياها الذ. شوف نورث امريكا، لو قال لك نورث اوف امريكا كان قلت ذا نورث اوف امريكا، ذا نورث اوف امريكا،